جميل. طب انت يعني جت بدايتك مع العاب القوه ازاي، وتحديدا الوثب الطويل والوثب العالي؟ وتاني نرجع نقول يمكن دي مش من الحاجات اللي ايه المعتاد قوي بالزبط. ان حتى اولياء الامور يخلوا بناتهم بصفه خاصه يلعبوها، فقصه بدايتك مع العاب القوه عموما ابتدت منين؟ إيه؟ بدايتي مع العاب القوه عموما لان هي كانت انا اول مره لعبت كانت في 2010. كنت في المدرسه في المرحله الابتدائيه وحبيت المدرسه ان هي تشارك ان انا اشارك في بطوله العاب قوه. ما كنتش لسه عارفه الايفنتات عباره عن ايه، فروحت ساعتها ان انا اشارك. كنت رايحه ان انا العب ايفنتات سرعه مش وثب خالص. وانا هناك في مدرب شافني من النادي الاهلي واقترح عليا ان انا اروح العب، بس ساعتها هناك قال لي ان انت امكانياتك هتبقى احسن في الوثب مش في السبرنت. اوكي. ما كنتش مفضله في الاول بقى اللي هو انا لسه مش عارفه يعني انا عايزه العب سبرنتات لان انا حاسه ان انا سريعه. فلما رحت لعبت وبدات مع التمرين وكده اول يعني اتمرنت شهرين ونزلت اول بطوله ما حصلش نصيب في الوثب بس حصل نصيب في السبرنتات. اوكي. عملت مركز تاني، اتمرنت الماتش اللي بعديه على طول عملت اول. من هنا بقى بدات من 2010 لحد الحمد لله وقتنا هذا. لا بس واضح ان سبرنتاتك مميزه لان احنا شفنا لك كذا صوره ثابته كده من الوضع طائرا، فده الوضع ده ما يجيش غير بسبرنت محترم. ما هي الوثب هو عباره لازم لعيب الوثب لازم يكون سريع يعني طبعا. مش بس انت بقى هي الحته المميزه في لعب الوثب ان هو يقدر يربط بين السرعه وان هو بقى ياخد الارتقاء بتاعه ان هو يحول السرعه بتاعته دي الجامب قوه دفع. أوكي. هو دي عنصر اللي بيربط او اللي بيفرق. ما ممكن اي في لعيبه سرعه كتير جدا ممكن تكون سرعتهم اعلى من لعيبه الوثب بكتير بس ما عندوش الجزء اللي هو يقدر يربط ما بين السرعه بتاعته ان هو بقى يطلع بيه جامب. بس ده اللي بيميز يعني لاعب السرعه عن لاعب السبرنت. اسراء معلش احنا دخلنا في الموضوع على طول، برضه بحب اعرف البروفايل بتاع يعني الضيف بتاعنا او النجم بتاعنا او البطل بتاعنا. انت ده ابتديتي سن كام بالظبط تلعبي العاب قوه في النادي الاهلي، وبعدين فكره الانضمام للمنتخب، وبعدين انت بتدرسي ايه؟ يعني خلينا نعرف حاجه عن الجانب الشخصي اكتر بعض المعلومات. انا اول ما بدات كنت في مرحله ابتدائيه، كنت في خمسه ابتدائي متهيألي. لعبت من خمسة ابتدائي لحد دلوقتي. اول نادي انضميت له كان النادي الاهلي، ما رحتش نادي بنت دنيا. الاهلي بقى اتعرض عليا الصراحه انديه تانية بس ما حدش يعني مفروض اروح فين يعني. خلصت دراسه، انا خلصت معايا بكالوريوس تربيه رياضيه بتقدير جيد جدا. كان الموضوع طبعا صعب ما شاء الله الدراسة. انت شاطره في كله يعني دراسيا بيقولوا دايما الناجح ناجح في كل حاجه صح. هو بتبقى يعني بص هو حضرتك عشان كمان مجال الدراسه كان هو مجال الرياضه ف يعني في حاجات كتيره جدا من مجال العمل مرتبطه بالدراسه بيفرق كتير فكان طبعا. كان الموضوع كويس يعني. وكمان كنا بنشترك في بطولات كتيره جدا تبع الجامعه والجامعه الصراحه كانت ساعات بتساعد يعني ان انت تاخد ساعات تفرغات بالنسبه للتمرين او بطولات النادي فدي كانت حاجه كويسه يعني. حلو جميل. اخر بطوله شاركت فيها وخرجت منها بميداليتين ذهبيتين ولا اكتر كمان هي البطوله العربيه الاخيره؟ ايفنتين. هي كانت اخر بطوله خالص لعبناها اللي هي البطوله العربيه اللي كانت في تونس. اوكي. قبليها لعبنا بطوله الجمهوريه، ربنا كرمني ساعتها وكسرت الرقم وعملت 6.48. في التقريب بسم الله ما شاء الله انت ماشيه دغدغه كل الارقام. طب تعالي نقف شويه عند البطوله العربيه اللي تمت اقامتها في تونس مؤخرا. كواليس البطوله دي وحجم وشكل المنافسه كان عامل ازاي فيها؟ المنافسه كانت قويه يعني. هي البطوله كانت ملعوبه 2019 هنا في مصر، كانت المنافسه اقل شويه من البطوله ديت. انا كنت حاسه الصراحه ان البطوله ممكن تكون اضعف لان في مثلا في دول عندها الفيروس موجود طبعا. فممكن ما تشاركش او ممكن تشارك بس اللعيبه مش هتكون جاهزه بمستوى التدريب اللي هو اللي احنا يعني اللي احنا شفناه او المستوى ممكن يكون مش قوي. لا لانها الدول كتيره جدا كان مستواها كويس جدا وكانوا عاملين معسكرات وكانوا جاهزين كويسين جدا للبطوله. البطوله كانت صعبه وكان في ايفنتات كتيره جدا يعني كانت المشاركه فيها عاليه يعني ثلاث ارباع اللعيبه يعتبر مستواهم واحد مستوى متقارب فهو اللي بيفرق بين اللاعب واللاعب اللي هو بقى تركيزه وثقته في نفسه اثناء الماتش في الملعب يعني. في دول مثلا يا اسراء هي الابرز في الرياضه دي مثلا اللي بتفرق في على حسب الايفنتات يعني في بالنسبه للوثب الجزائر والمغرب اكتر دول بيبقى فيهم وثابين يعني. بالنسبه للمسافات الطويله المغرب بيبقى فيها وثابين السرعه سعيد عويض وفي ناس كتيره جدا يعني في دول كتيره جدا عربيه قايمه بمشاركتها على التجنيس يعني في دول كتيره جدا مجنسه لاعبين بحيث ان هم يلعبوا يعني احنا يعتبر المنتخب الوحيد اللي رايح بيور مصريين بس يعني.